بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بنقدم لكم النهاردة مقطع لغرفة نوم مودرن. ما شاء الله شايفين حضراتكم ده الدولاب مدهون من جوه لكيه، ودي شماعة باكم. طبعا ده زي ما حضراتكم شايفين اهوت الازاز معمول ليزر ومشطوف في شطف ليزر. ده كمان السرير متنجد كابوتينيه. هو اللون كافيه طبعا، بس هو مع التصوير ظاهر كانه موف يعني، بس هو طبعا اللون كافيه. زي ما حضراتكم شايفين برضه احنا عاملين للسرير باكن برضه عشان تبقى مريحه في المرتبه. لو ست البيت مثلا حابه تخزن شيء تحت السرير ولا شيء، ده الباكن هو طبعا شريك جدا. زي ما حضراتكم شايفين بيرفع المرتبه طبعا وبسهل الحركه. الكابوتيني طبعا بتاع السرير معمول بفن عالي جدا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الصينيه واقف على المول اهوت، يعني الشغل ما شاء الله محمل جدا. وده كرسي السراحه طبعا، ده محمود ورضا صنايعيه معانا، محمود حاليا الوقت سافر الامارات ودي التسريحات. طبعا احنا عاملين الازاز برضو، عاملين الازاز فاميه، والادراج بقى منجرينها من جوه زي ما حضراتكم شايفين كده. الادراج منجرين الادراج من جوه علشان تبقى ناعمه، ولو بيتحط مثلا اي اوراق او ذهب او اي شيء او فلوس. طبعا التنجيد ده طبعا، بس الاضاءه كانت قافله شويه. التنجيد ده طبعا عالي جدا، بيخلي الشغل نظيف ويبقى ما شاء الله عليه. كل الادراج طبعا هي عاملينها تنجيد تمام. طبعا ده دوكو فرن معمول، دوكو فرن برضو وكان مدهون في كابينه كمان، يعني دوكو فرن معمول في كابينه كمان. طبعا برضو هي دي الشماعة الباكم يا جماعة، طبعا هوريها لكم تاني. هنا شماعة باكم، شماعة بدل يعني، بنسميها شماعة بدل او شماعة باكم. جميلة جدا طبعا. انت بتنزلها بترص البدل بتاعتك وبترفعها، مجرد ما بتسيبها كده بترفع نفسها. طبعا ده تقسيمة الدولاب هنا، ودي الخزنة تحت. ده ستيل اهوت طبعا، احنا عاملينه ستيل زي ما قلت لحضراتكم. كل الادراج متنجدة قطيفة من الداخل، كل الادراج متنجدة قطيفة. وده طبعا الدولاب هنا ما شاء الله، يعني غرفة متشططة بشتيل عالي جدا جدا. وطبعا القلب من جوه متشطب فرن متشطب لك ايه. طبعا دي شماعة اهيت برضو، شماعة للبناطيل او ما شابه ذلك يعني. طبعا الفوميه زي ما قلنا برضو الاساس فوميه عسلي.